صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لآخر الأخبار من قناة التم. أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان الكريم. وأعلن السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه أصدر توجيهاته باستمرار فتح المعبر لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة. من جهته توجه سفير دولة فلسطين لدى القاهرة السفير دياب اللوح بالشكر للرئيس السيسي وللأجهزة المعنية نظير جهودهم الطيبة المستمرة من أجل تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أعلن صندوق النقد الدولي عن تقديمه لشريحة جديدة قيمتها 2 مليار دولار من قرض 12 مليار دولار إلى مصر. وأضاف الصندوق في بيان صحفي أن فريقا من خبراء الصندوق أنهوا المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة، وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن وضع خطط لمواجهة أي تكدسات مرورية قبل ساعات الإفطار والسحور. وأشار مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصمت الأشقر إلى توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسيير حركة الطرق خاصة أوقات الذروة بكافة المحاور الرئيسية والفرعية، لافتا إلى تدعيم كافة الخدمات بقوات إضافية مزودة بكاميرات للمراقبة التي تنبه إلى وجود أعطال أو زحام في أي مكان. عربيا، أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي نهاية الاستعدادات لجمعة الوفاء للشهداء على حدود قطاع غزة ومن مخيمات العودة الخامسة المقامة شرقي القطاع. وقالت الهيئة في بيان إن فعاليات مسيرة العودة ستظل مستمرة حتى نيل الحقوق المشروعة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. كما أضافت الهيئة أن مسيرات العودة التي تحمل طابعا سلميا وتحتاج من كل العالم تقديم الإسناد والدعم بكافة أشكاله، داعية للمشاركة الواسعة في الفعاليات لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. في ليبيا، أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما جديدا ضد المتطرفين في مدينة درنا الليبية، حيث قامت بالقبض على عشرات الإرهابيين الأجانب. جاء ذلك بعد تقدم قوات الجيش الليبي على عدة محاور خاصة من الجهتين الشرقية والغربية وتحقيقها لمكاسب ميدانية واسعة في مدينة درنا بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية. في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري إحراز تقدم كبير في مدينة درنا، متهما تركيا بإيواء قادة الإرهابيين. إلى اليمن، حيث تمكنت القوات الشرعية اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي من طرد ميليشيات الحوثي من مواقع استراتيجية بمحافظة الجوف ومناطق جديدة بمحافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بعد معارك خلفت 15 قتيلا في صفوف عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، فيما تواصل القوات الشرعية التقدم لاستكمال تحرير جبل القاهرة الاستراتيجية وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات. من جهة أخرى، قتل مدني برصاص ميليشيات الحوثي التي استهدفت حافلة ركاب أثناء مرورها وسط قرية يعيش في محافظة الضالع. ختام الموجز، في أمان الله.